السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا لالا. كي دايرة سي الحاج لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. كي داير مع صحيحتك؟ الحمد لله ربي ونشكره، الله ينوركم بنور الله. الحمد لله، الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. جزاكم الله ألف خير لالا. الله يحفظكم والله يعمر ربي يوفقكم للخير. بغيت نسولك واحد السؤال، الله يجازيك بخير. أيها لالا مرحبا. بحال مثلا كنشد التسبيحة، كانت ذكرت التسبيح والتهليل الحمد لله. بارك الله. على التسبيح كناخذ التسبيح بحال هكا كنذكر به الله. أيه. وصلات على الرسول، وبحال هكا المرة كتكون ديك العادة، واش يمكن لي نشد التسبيح؟ أيه إن شاء الله. أيه. وغنطلبك حتى لو بلا جات على خاطرك لكان ممكن. أيه لالا محمد مرحبا. دير لنا شي برنامج كيف نقراو القرآن. أيه إن شاء الله. يكون على طول السنة بحال ديال رمضان. أيه كان الشيخ بن سعيد مسلم كيتكفل به، هو أستاذ متخصص في القراءات. حنايا هذه هي المدرسة ديالي أنا باش كنتعلم. أيه إن شاء الله، إن شاء الله مطلوب إن شاء الله من السيد المدير ديال الإذاعة باش يكون البرنامج على طول السنة. أيه يكون مرة في الأسبوع. مرة في الأسبوع نعم. يكون بحال كنتعلموا ونسمعوا مقريين جداد، وتبارك الله الصوت مزيان، ونتعلموا شوية تجويد ونتعلموا. أيه لالا بإذن الله بإذن الله. الله يحفظك لينا، الله يعطيك صحيحتك. بارك الله فيك لالا أم محمد، بارك الله فيك. الله يطول العمر ديالك ويعطيك إن شاء الله. جزاك الله ألف خير، الله ينورك بنور الله. وفعلا الحمد لله كنا خلال شهر رمضان برنامج خاص كيف نقرأ القرآن مع فضيلة الشيخ سعيد مسلم اللي هو متخصص في القراءات القرآنية وفي قواعد التجويد، والحمد لله برنامج ناجح خلال شهر رمضان. وهذا واحد نداء، ربما أن بعض الناس يهتمون بالقرآن فقط خلال الشهر الفضيل. أي نعم، نهتم بالقرآن في رمضان لأنه شهر القرآن بامتياز. فربنا عز وجل ماذا قال؟ قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ورمضان الذي ولى ربما كان أفضل رمضان مر في التاريخ المغربي المعاصر، لأن كل الناس إذا سألناهم قال لك هذا رمضان جاء في زمن الكورونا، عشنا فيه حياة الأولياء والصالحين والمصلحين، لأن الناس كانوا قاربين إلى الله بالصلاة والعبادة، وأغلقت المساجد، والبعض قد شعر بالأسى والحزن لإغلاق المساجد، لكن بالمقابل تحولت بيوتنا جميعا إلى مساجد. احنا عدد المساجد اللي عندنا في المغرب 52 ألف مسجد أغلقت بقرار من الأعلى، لأن حفظا على سلامة الناس وحماية لصحة الناس. ولكن بالمقابل الله سبحانه وتعالى فتح 5 مليون بيت، 5 مليون أسرة كلها صارت بيوت لله، فصارت بيوتنا كلها مساجد. كنا نسمع الأذان على المآذن ثم نجتمع مع أسرنا وأهلنا وأحبابنا ونصلي صلاة جماعية في البيت. حقيقة أن بيوتنا صارت نور وطهارة وبركة. هذا مطلب للكثير من المستمعين والمستمعات العاشقين لكلام الله عز وجل، كيتمنوا يكون على الأقل مرة في الأسبوع كيف نقرأ القرآن. وحنا كنحاولوا نديروا يوميا تفسير القرآن، فيها واحد النفس إيماني ونفس وطني ونفس إنساني ونفس مجتمعي. فالحمد لله الجانب الديني راه عندنا يوميا كيف نفسر القرآن، لكن أهل التخصص لو أن درنا برنامج كيف نقرأ القرآن سيكون أكمل، ولن نخسر شيء بالعكس نربح، لأن القرآن العظيم هو مائدة الله فوق الأرض. هذه الأرض كلها، هذا الكوكب المغضوب عليه الآن الذي فيه فيروس كورونا، لا علاج ولا مخرج مما نحن فيه من شدائد ومن كروب ومن خوف وهلع من انتشار هذا الفيروس، واللي يبدو بأن التوقعات أن هذا الشيء مخيف شيئا ما، وأن التلقيح لحد الساعة غير موجود، وربما هناك الموجة الثانية، وربما نسأل الله السلامة والعافية. يا رب يكون هذا الشيء كله توقعات خاطئة، لكن العلاج وهو أننا علينا أن نهتم بالمائدة، مائدة الرحمن،
فوق الأرض لكي يرفع الله عنا المقت والغضب والشدائد. ما هي مائدة الله فوق الأرض؟ هي القرآن الكريم. نجتمع على مائدة الله فوق الأرض، على القرآن العظيم. كلما اجتمعنا عليه كلما كنا من العباد الذين قال فيهم مولانا رضي الله عنهم ورضوا عنه. على قدر ما تهتم بالقرآن أنت تحشر في هذا القوم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإحنا إن شاء الله تعالى سوف نبرمج وننسق لكي يكون هذا البرنامج على طول سنة، على الأقل مرة في الأسبوع. وأيضا فيه تبارك الله مغربنا العزيز، راه مغرب القرآن بامتياز، وجميع السلاطين اللي مروا في المغرب كلهم القوة ديالهم والاستمرار ديال السلطة ديالهم على قدر اهتمامهم بالقرآن العظيم. آخر السلاطين اللي عشنا معاه اللي هو المشمول برحمة الله تعالى الحسن الثاني طيب الله تراه، اللي قرأ المذكرات دياله واللي قرأ القرارات دياله واللي قرأ المبادرات اللي قام بها، كلها فيها تقديم للقرآن العظيم واهتمام بالقرآن العظيم. اهتم بالكتاتيب القرآنية، اهتم بالحزابة. عندنا في المغرب 50,000 مسجد، راه كان كل مسجد عنده سلكة، يعني 50 أكثر من 50,000 سلكة كتقوم كل يوم، وكان تدخلها في الاستراتيجية العامة لنظام الدولة. يا ما كانوا كيتكلموا مع مجموعة ديال الصحفيين عالميين وكيقول لي ساماجيستي كيفاش كتدبر شؤون الدولة، وكاين المخاطر، المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي والمعارضة الداخلية والانقلابات، وانت كتخرج من الوطن وكتسافر بعيد، وشكون هو الاجراءات الامنية الاجراءات الاستخبارية. قال لي بغير كونوا هانين، المغرب ديالنا محفوظ. وقال واحد الكلمة، قال لهم المغرب مربع مربع. وهذه الكلمة هذه معروفة عند أهل القرآن وعند أهل أصل القرآن. كتربع واحد المكان، يعني كتحصنه. عندك واحد البيت، عندك واحد المحل تجاري، عندك واحد الأرض فلاحية، وعندك أي فضاء من الفضاءات كتربعه. كيسمى كنربعه، وهو أنا أقرأ فيه القرآن في أركانه الأربع فيصير محميا محصنا. ولهذا الحمد لله المغربون العزيز كان دائما كنسمعوا الاستثناء المغربي. والاستثناء المغربي طبعا السياسة الداخلية والتدابير هذا كله لا أحد يجادل فيها، ولكن العمق وهو الاهتمام بالقرآن الكريم. فمغربنا العزيز يبقى رائدا في هذا المجال. ويكفي أن المسابقات العالمية اللي كتكون في بلاد الخليج وبلاد الأسيوية في مسابقة القرآن، شكون الذي يحصد الجوائز الأولى؟ هم المغاربة تقريبا على امتداد 10 سنوات. في عهد أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، 10 سنوات الخوالي المغرب ورقم العالم في القرآن العظيم. وانظروا إلى المسابقات. أي نعم، نحن لم نحصل على إنجازات في كرة القدم، لم نحصل على إنجازات في البحث العلمي، لم نحصل على إنجازات في بعض القضاء، ولكن في القرآن العظيم نحن الأول. المغرب هو الأول في العالم. ويكفينا شرف أن مائدة الله فوق الأرض اللي هي القرآن العظيم نحن الأوائل فيها، ذلك يكفينا شرفا عظيما. ولكن لا ينبغي أن نغتر، هذا مما يسر به المرء ولا يغتر. علينا أن نزيد في الاهتمام بالقرآن، وتكون الإذاعات كلها في مغربنا العزيز وما أكثرها تتنافس في وضع برامج للقرآن، وتكون الأصوات نسمعها في مختلف المنابر الإعلامية وفي التلفاز المغربية. والحمد لله فينا إذاعة السادسة كتقوم بدور كبير، لكن هذه الإذاعات الأخرى عندها واحد النفس آخر اللي كتكون فيها واحد الإرادة شعبية، واحد الحرية في الكلام، واحد التفاعل ما بين الناس، في ياخذوا حريتهم في الكلام وفي الأنشطة، غادي يكون أفضل وغادي يكون إن شاء الله تقدم للأمام. فأسأل الله الكريم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. للا أم محمد، جوابك عن سؤالك بالنسبة لك أنك كتسبحي الله تعالى وكتصلي على النبي وكتنساي كتعود روتين هذا السبحة في يديك، هذيك السبحة للا أم محمد بعد مرة كيلك يهزها بيدو، علاش وضعوها أهل الله؟ كيلك يقول لك السبحة راه هي مجرد شيء بدعة، كيلك يسميها بدعة. وهنا بين قوسين قلة في الفقه، هناك من يوسع في البدعة وهناك من يضيق في البدعة، والقضية مرجعيتها إلى فهمنا لحقيقة الفقه
هناك من يفقه فقها ظاهريا، وهناك من يفقه فقها مقاصديا شموليا. فالسبحة هي لها أصل في السنة النبوية الشريفة، ليست بدعة، بدليل أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد نسائه يذكرن الله تعالى وكتستعمل جرة، أسلوب جرة ودير الحصى وكتحسب، كتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، وكتعاود تحيد داك الحصى وكتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33 مرة، وترمي الحصى عاوتاني وتقول الحمد لله الحمد لله 33 مرة. فقال ما تصنعين؟ قالت لي كنسبح هكذا. قال لها لو قلت سبحان الله وبحمد سبحان ربي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كفتك كفتك. فسيدنا النبي لم ينكر عليها استعمال الجرة واستعمال الحصى، وهذه قاعدة عند الأصوليين أنه لا ينبغي الكتمان في معرض البيان، فلا بد أن يبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر التشريعي. ما دام سكت عنه فسكوته تشريع، بمعنى أنه حلال وبأنه مباح. ومن ثم أهل الله استعملوا السبحة، واستعملوها يقول لك ديرها ظاهريا. علاش كنسمع السبحة؟ كتلقى أهل الله عندهم ديما السبحة في يديهم، يقول لك كتذكرني بلي لابد ألا أنشغل، حتى مع الناس كتنشغل بالقيل والقال. حنا كنتكلموا في كل شيء، كنتكلموا في السياسة وفي النقابة وفي الكورة وفي الفن وفي الاقتصاد وفي كلام الناس، كنضيعوا وقت كثير في الكلام. فكيقول لك إذا خذتي السبحة في يديك السبحة سوف تكون عبارة عن فرامل، لا توقفك عن أنك تضيع وقتك في القيل والقال. السبحة تذكرك بذكر الله، فتسبح لله تعالى. حتى أن جليسك اللي جالس معك ملي كيشوفك أنت شاد السبحة راه حتى هو كيفرمل، حتى هو ما كيبقاش يتكلم في قضايا كثيرة قيل وقال وكثرة سؤال. لا، وإنما كيقول لك هذا السيد شاد السبحة خصني ننتقد له فيه، نخلي له وقت يسبح الله عز وجل. ثم اللي كيشد السبحة كتذكرك بأنك لا ينبغي أن تقع في خطيئة. تصور واحد شد السبحة وفي شي موضع في شبهة أو في موضع في حرام، هذيك السبحة غتخليه يتذكر بأنه لا ينبغي أن يختلط بأهل البدع أو أهل الشبه أو أهل الحرام أو يتنزه، فهي علامة من علامات التنزه، فهي مباركة. وهذه السبحة منتشرة في المشرق وفي مغربنا منتشرة عند أهل الله، وكان أهل الله كيستعملوا مجموعة المظاهر، هي تبدو مظاهر لكن فيها فلسفة. كتلقى كيستعمل العكاز وكيستعمل العمامة، والعمامة ماشي أي عمامة، كاين العمامة عندها أنواع، كاين كيستعمل عمامة فاخرة كتدل على شرفه وكرمه، كاين عمامة العلماء خصها واحد الهيئة مخصصة، وكاين العمامة ديال الأثرياء، وكاين العمامة ديال أهل السلاطين. لكن العمامة ديال أهل الله كتكون بسيطة جدا، هي عبارة عن قطعة من الكفن، القطعة ديال الكفن كيشدو كيصوب عمامة على راسو وكيهج كيسفدو العكاز، وباقي مازال كامل صحاح وكيهز السبحة. كتقول لي علاش هذا المظهر؟ كيقول لك أما العمامة فإنها تذكرني بأن مصيري إلى القبر، يعني مهما طال العمر ومهما جمعت من الأموال ومهما تصعدت إلى الأعلى ففي الأخر مقامي إلى القبر، وغنلبس هذا اللباس ولا يبقى معايا هو الكفن. فداك داك الرزه وديك العمامه فوق راسه كتذكروا بالاخره وكتذكروا بلقاء الله، واخرها قبر وكفن، ما غيدي معاه والو، هو اللي غيدي معاه. والامر الثاني هذيك العصا، كتقول انت هذيك صحاح باقي صحيح، لازم تستعمل العصا كتوكا عليها. قال اولا هي سنه الانبياء والمرسلين، جميع الانبياء كان عندهم عصا، وسيدنا موسى كان في الاربعين وقال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. جميع الأنبياء كان عندهم عصا، وأهل الله ناس كيستعملوا العصا كيقول لك نطرق بها الأرض، كنقولوا يا أرض افتحي أبوابك إني قادم، كيتذكر الموت. وسيدنا النبي كيقول لك تذكروا هادم اللذات، نعم حنا الدنيا نعيشها طول وعرض، لكن ينبغي أن نتذكر بين الفينة والأخرى أنها ليست دائمة، وأننا علينا أن نعمل فيها بما يبلغنا إلى الله، ليس بما قد يفيد الخلود فيها، لا أحد يخلد فيها. فلما يطرق بعصاه الأرض كيقول يا أرض افتحي أبوابك فإني قادم إليك لكي تحتضنينني تحت وطأتك. والسبحة إشدة في الدك الذكر بالله تعالى. فهذه كلها واخا كتبان عادة من العادات، لكن فيها دلالات عميقة
وفيها فلسفة غايتها أن الإنسان يبقى مرتبطا بربه ولا ينسى أبدا. للا أم محمد الله يكمل لك الرجاء، الله يصلح لك الوليدات، الله يزيدك إيمان ويقين، وحافظكم الله ورعاكم الله.